اوكي اليوم في اطار برنامج شجاع رائد اللي كتنظموا جمعيه وضوح طموح شجاع عفراء اكادير، عطينا الانطلاق ديال منصه سوس بيتيسيون بوينما اللي هي منصه الكترونيه لاستقبال العرائض الموجهه للجماعات المحليه على صعيد الجهه. المنصه هذه الهدف منها ان التقريب ديال الاداه ديال العرائض من مواطنين شباب وشابات اللي هما كيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي باش يناقشوا باش يشاركوا المشاكل اللي كيعانيو منها على مستوى المدن ديالهم. قلنا علاش لا، انه هذا الاحتجاج هذا وهذا النقاش هذا اللي كيكون في وسائل التواصل الاجتماعي يتحول لعرائض اللي يعطيها واحد الطابع مؤسساتي اكبر. لذلك اشتغلنا مع 105 ديال الشباب والشابات على مستوى الجهه في 6 ديال المدن، اشتغلنا كذلك مع الاطر الجماعيه باش اننا نفهموا العراقيل ديال الديمقراطيه التشاركيه على مستوى الجماعات المحليه باش اننا ناسسوا لواحد الفعل ديمقراطي حقيقي من المستوى المحلي، لانه هو النواه ديال البناء ديال الديمقراطيه على المستوى الوطني.